بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في برنامجكم لقاء على الأثراء. اليوم حلقتنا إن شاء الله تحدث عن فضل وأهمية معرفة أسماء الله الحسنى مع ضيفنا الفاضل فضيلة الشيخ محمد الحمود النجدي الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف. شيخ محمد حياكم الله معنا وسعداء بلقائكم جديد. حياك الله وبارك الله فيكم. يا مرحبا. شيخ محمد، أسماء الله الحسنى ودنا نعرف يعني ما شرف وفضل العلم بأسماء الله سبحانه وتعالى. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية، العلم الشرعي عموما له منزلة في كتاب الله تبارك وتعالى، كما قال ربنا عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والأمر الثاني أن العلم بأسماء الله تعالى وصفاته هو أشرف العلوم وأعظم العلوم، لأن شرف العلم يكون بشرف المعلوم، وهذا العلم متعلق بالله تبارك وتعالى. وما دام أنه متعلق بأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الحكيمة، فلا بد أن يكون له منزلة وشرف في دين الله سبحانه وتعالى. نعم. وإذا نظرنا إلى الآيات التي تتكلم أو تتحدث عن أسماء الله تعالى وصفاته في القرآن وجدناها هي أعظم الآيات. مثال، آية الكرسي. آية الكرسي من أولها إلى آخرها ليس فيها إلا الحديث عن الله. هي أعظم آية في القرآن، هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. نعم. يعني كما قال أهل العلم، ليس فيها ذكر الجنة ولا النار ولا الحساب ولا الحلال ولا الحرام. نعم. إنما ابتدأت بالله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه ثلاثة أسماء من أسماء الله الحسنى: الله، نعم، الحي القيوم، وختمت بالعلي العظيم. هذه الآية فيها خمسة أسماء من أسماء الله الحسنى، وفيها ما يزيد لو الإنسان تفكر فيها، لعلنا نتفكر فيها في حلقة إن شاء الله تعالى، فيها ما يزيد على 20 صفة من صفات الله سبحانه وتعالى: الحياة، القيومية، الألوهية، الملك، الربوبية، العظمة، العلو. هذه كلها معاني عظيمة وردت في هذه الآية من كتاب الله تعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم لما سأل أبي بن كعب: أي آية أعظم في كتاب الله؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: ليهنك العلم، وضرب على صدره صلى الله عليه وسلم. إذا جئنا إلى سورة الإخلاص، سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما فيها ذكر الجنة ولا النار ولا الحلال ولا الحرام. وإذا قرأ الإنسان هذه السورة ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن كله، فهي ثلث القرآن. الله أكبر. وقال أهل العلم إن قول النبي صلى الله عليه وسلم عن سورة الإخلاص أنها ثلث القرآن، لأن ثلث القرآن هو في الحديث عن الله عز وجل وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ثلث القرآن. نعم. يعني أنت لا تكاد تقرأ آية من القرآن إلا وتجد فيها اسم من أسماء الله، أو أنها تختم باسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله: وكان الله غفورا رحيما، وكان الله عزيزا حكيما، إن الله سميع بصير، إن الله سميع عليم. كل الآيات تقريبا
فيها ذكر لأسماء الله تعالى الحسنى. ولماذا قلنا حسنى؟ نعم، لأنها حوت الصفة القصوى لله عز وجل في هذه الصفة نفسها، في نفس الصفة، في كل اسم، في كل اسم، في كل اسم. نعم، يعني الإنسان يوصف بالحياة، يوصف بالقوة، يوصف بالقدرة، يوصف بالعلم. نعم، لكن هل له الغاية القصوى في هذه الصفات؟ أكيد لا. حياته سبقها عدم، عدم ويلحقها عدم. فناء. نعم. العلم سبقه جهل، جهل. نعم صحيح. ويصيبه النسيان، ويصيبه صحيح. بعد ذلك يعني الخلط أحيانا في لا العلم شك. القوة والقدرة في الإنسان محدودة صحيح. فالإنسان حتى لو كانت فيه صفات كمال يعتريها نقص، فيها نقص صحيح. حتى السمع والبصر لا شك، سمع الإنسان وبصره محدود، يعتريه آفات، يعتريه نواقص. وحتى إذا يعني اعتراها كمال تبدأ في النقص بعد ذلك، وبعد ذلك تبدأ بالنقص. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. حتى إذا بلغ شده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني. نعم، يعني حتى إذا صفات الله عز وجل الحسنى الصفات العليا لله عز وجل لا يشوبها نقص. الله أكبر. لا يلحقها نقص ولا يعتريها نقص. ولذلك فأسماء الله تعالى حسنى يعني بلغت الغاية القصوى في الحسن والجمال والكمال والجلال. الله أكبر. وهذا أمر لله وحده سبحانه وتعالى. لا شك. فالعلم بأسماء الله الحسنى هو علم واجب، لأن الله تعالى أولا أمر به، فاعلم أنه لا إله إلا الله. والأمر الثاني أن العلم بالله هو من عبادة الله عز وجل، من التعبد لله عز وجل. والتعبد لله سبحانه وتعالى هو مقصود الخلق، يعني اشتغال الإنسان بالعبادة هو اشتغال بما خلقه الله له. فاشتغاله بمعرفة معبوده، اشتغاله بمعرفة الخالق سبحانه وتعالى هو نوع من الاشتغال بالعبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالإنسان الذي يشتغل بمعرفة أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته هو في الحقيقة مشتغل بما خلق له. الله خلقه لهذا لا شك، أن تتعرف على الله. وهنا تأتي يعني أهمية معرفة هذه الأسماء شيخ محمد، هنا تأتي الأهمية التعرف على الله، التعرف على الله سبحانه وتعالى. يعني يقول بعض أهل العلم كيف يعبد الإنسان إلها لا يعرفه أو لا يعرف عنه إلا القليل؟ هذا لا يليق بالإنسان. لا شك، لا يليق بالإنسان أن يعبد إلها لا يعرف عنه إلا القليل من الأسماء والصفات. وأسماء الله عز وجل كثيرة ومذكورة في القرآن الكريم في آياته، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعضها في الأحاديث النبوية. نعم، ولم يذكر ذلك عبثا. نعم، عندما يذكر الله تعالى لنا أسماء، وكل اسم من أسماء الله عز وجل متضمن لصفة، لا يوجد اسم من أسماء الله إلا وهو متضمن لصفة. نعم، العليم من العلم. نعم، الحكيم من الحكمة، الرحيم من الرحمة. نعم، القوي من القوة، السميع البصير من السمع والبصر، الحي من الحياة، وهكذا. نعم، لا توجد لله تعالى أسماء ليس لها معاني. انتبه لهذا الأمر. والأسماء كلها فيها صفات شيخ محمد، وكلها متضمنة لصفات. هذا عند أهل السنة والجماعة. والصفات التي في هذه الأسماء هي صفات كمال الله الحسنى.
كلها صفات كمال. نعم. فله عز وجل الأسماء الحسنى المتضمنة لصفات الجلال والكمال والجمال سبحانه وتعالى، وله من كل صفة كمال أعلاها. الله. يعني إذا كان الإنسان المتصف بالعلم نقول له عالم، لكن مع ذلك علمه فيه نقص، لا شك. أما عالم الغيب والشهادة فهو سبحانه وتعالى الذي لا يلحقه نقص في هذا الباب أو في هذا العلم أبدا. نعم. إذن محمد إذا تسمح لي فاصل ثم نواصل معك إن شاء الله تعالى. لا. إذن أحبتنا فاصل وراجعي لكم، خلكم معنا. التعرف على الله سبحانه وتعالى، فأسماء الله وصفاته هي أعظم وسيلة تعرفنا بربنا سبحانه وتعالى، وبدون ذلك سيبقى الإيمان بالله فكرة غامضة لا تعطي ثمارا طيبة. وقد فصلنا القول في صفاته وأسمائه فيما سبق، ولله الحمد والمنة. حياكم الله مشاهدي الكرام، ورجعنا معكم من جديد في لقاء على الأثراء، ونكون معكم هذه الحلقة عن أهمية معرفة أسماء الله عز وجل مع ضيفي الفاضل فضيلة الشيخ محمد الحمود النجدي الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف. حياكم الله شيخ محمد الجديد. يا مرحبا شيخ محمد. بلا شك أن بعد حديثك عن فضل وشرف وأهمية معرفة أسماء الله عز وجل وصفاته، أيضا يعني هناك جانب مهم لفضل وشرف معرفة هذه الأسماء، أنها سبب لعبادات عظيمة. نعم. يعني لله عز وجل، مثل يعني المحبة والخوف والرجاء. نعم هذا صحيح. نعم. فالأسماء الحسنى المذكورة في القرآن ذكرت ليزداد بها الناس تعظيما لله، حبا لله سبحانه وتعالى، إحسانا للظن به جل جلاله. هذه مقاصد عظيمة، كما قال الله تبارك وتعالى في الآية: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال أهل التفسير: إنما يخشى الله عز وجل حق الخشية العلماء به. يقول ابن جرير الطبري: فمن يعلم أن الله عز وجل يعلم السر وأخفى ويعلم الغيب هو أشد خشية من غيره ممن هو يجهل هذا. يعني هذه الصفة توجب عليك مراقبة الله عز وجل، توجب المراقبة. صحيح. فالإنسان إذا عرف ربه سبحانه وتعالى عظمه، وكلما ازداد معرفة بالله ازداد له خشية. وأن الإنسان الذي يخشى الله عز وجل هو الذي عرف الله سبحانه وتعالى، عرف الله بأسمائه الحسنى. نعم. وصفاته العلى. وهكذا كل الأسماء الحسنى، كل الأسماء الحسنى كل اسم يوجب لك تعبدا. جميل. تتعبد لله سبحانه وتعالى عندما تعلم أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. إذن أنت تحسن الظن به وتعلم أنه قادر على تحقيق ما تريد. نعم. لأن الله عز وجل لا يعجزه شيء. إذا كان الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهو على كل شيء قدير، فإنك تدعو وتحسن الظن به وترجو أن يتحقق لك مطلوبك، لأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. سبحانه وتعالى. صحيح. فإذا العلم بمعاني أسماء الله الحسنى، انتبه يعني أن في بعض الناس يسمع يعني الأسماء الحسنى لكن لا يعرف معناها، وبعضهم محمد يعني قد يعني لا يعطي لا يعرف المعنى الاسم حق معناه. يعني نعم. مثل الرحمن. صحيح. نعم. يعني لا يدخل في تفاصيل هذا المعنى. يعني ممكن هو يعرف وجها واحدا من المعاني. بالضبط. وتغيب عنه معاني كثيرة. صحيح. ويمكن لا يعرف شيء عن المعنى. صحيح. يعني مثلا لو تسأله عن معنى القدوس يقول ما أعلم، ما أعرف إيش معنى القدوس. هو يسمع هذا الاسم. صحيح. في القرآن. نعم. يقرأه في القرآن،
لكنه لا يعرف معنى القدوس من التقديس الذي هو التنزيه والتطهير، وأن الله مقدس ومنزه عن صفات النقص في الذات أو النقص في الصفات. فمعرفة الأسماء الحسنى ومعانيها توجب عبادات عظيمة للعبد. الله أكبر. بل أنت لا تعرف نفسك ولا تعرف قدر نفسك إلا إذا عرفت الله عز وجل. الله أكبر. عندما تقرأ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، تعلم أنك فقير وأن الغني الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، الغنى الحقيقي هو لله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان مهما أوتي فهو فقير. صحيح. إلى الله سبحانه وتعالى. إذا قرأت والله بكل شيء عليم تعرف قدر جهلك، لأن الإنسان يتخصص طول حياته ربما في باب واحد من أبواب العلم، ربما يتخصص في الفقه أو يتخصص في العقيدة، وكذلك علوم الدنيا. صحيح. يمكن يدرس سنين طويلة في الطب في العين أو في الأنف والأذن والحنجرة أو في الجهاز الدموي الدوري مثلا. الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. حادثة عجيبة جاءت في الحديث الصحيح، أن موسى عليه الصلاة والسلام والخضر، موسى عليه الصلاة والسلام خطب في بني إسرائيل وبخطبة كما يقال خطبة عصماء، فقيل له من أعلم أهل الأرض؟ فموسى يقول ما أعرف أحد أعلم مني، أنا نبي الله عز وجل. فقال أنا أعلم أهل الأرض. فأراد الله عز وجل أن يريه بعض يعني العلم الذي لا يعرفه، فأمره بمرافقة إيش؟ الخضر عليه الصلاة والسلام، هو نبي أيضا على الصحيح. فلما ركب في السفينة جاء عصفور فنقر من الماء نقرة أو نقرتين، فقال له الخضر ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر. فعلم الإنسان قليل جدا بالنسبة إلى علم الله سبحانه وتعالى، وهو بتعليم الله عز وجل. يعني سبحانك كما قالت الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فمعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته تورث الإنسان عبادات عظيمة، توجب له التعلق بالله سبحانه وتعالى، توجب له المراقبة كما ذكرنا، توجب له معرفة الفقر الذي هو أصل الإنسان وحال الإنسان، توجب له الاعتماد والتوكل على الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل هو القوي العزيز، وقال إن ينصركم الله فلا غالب لكم. طيب شيخ محمد، يعني الإنسان المسلم كيف يتعامل مع هذه الأسماء شيخ محمد؟ يعني هذه الأسماء معانيها، يعني الله سبحانه وتعالى كيف فسرها لنفسه عز وجل؟ هل يعني كيف نعرف معناها شيخ محمد؟ كيف تعامل معها؟ نتعرف على معاني أسماء الله عز وجل بالرجوع إلى كتب التفسير. وهناك كتب يعني خاصة أيضا ألفت وتحدث عنها العلماء قديما وحديثا، لنا نحن مؤلف في هذا الكتاب لله الحمد. فذكر أهل التفسير وذكر أهل اللغة معاني أسماء الله سبحانه وتعالى الحسن. إذا رجعت إلى كتاب التفسير وأردت أن تتعرف على معنى غفور رحيم، أن الغفور من الغفر الذي هو الستر، وأن الله عز وجل يستر على عبده، وأنه عز وجل يغفر له ذنبه، يعفو عن يصفع عن، رحيم من الرحمة. فمعاني أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته هي مذكورة في كتب التفسير ومذكورة في يعني كتب اللغة، وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الأسماء الحسنى. تكلم أساسا نعم. في حديث
يعني الذكر الذي يقوله الإنسان إذا أوى إلى فراشه. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذه الأسماء الأربعة مذكورة في أول سورة الحديد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. من الذي فسرها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنت الأول فليس قبلك شيء. الأول أحسن من قولك قديم، لأن بعض المتكلمين وبعض يعني من كان يتحدث قبل الإسلام يعني عن العقيدة ربما أطلق كلمة القديم على الإله سبحانه وتعالى، لكن الأول أحسن من كلمة القديم لأن الأول ليس قبله شيء، أما القديم فربما يكون قبله شيء. صحيح، لا شك. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم هو أحسن الكلام، لا شك. ولذلك جامع الكلام، لذلك كما يعني يقول العلماء لا تتحدث عن الله عز وجل إلا بالألفاظ الشرعية. صحيح، لا تتكلم عن الله عز وجل إلا بألفاظ القرآن والسنة. بالضبط. وهذا شيخ أحمد ما قصد سؤالي لك، يعني الإنسان كيف يتكلم ويفسر هذه الصفات، يعني كيف يتعامل معها؟ بالضبط، هذا خطأ كبير أنك تتحدث عن الصفات بكلام من عندك. لا شك، نعم، لأن الله تبارك وتعالى يقول قل أأنتم أعلم أم الله. صحيح، فنحن نعرف الله من كلامه، لا شك، من كتابه. وهنا يعني شيخ أحمد فقه التعامل مع هذه الأسماء. نعم نعم نعم، أنا لا أتحدث عن الله عز وجل لأن الله سبحانه وتعالى غيب، لا شك. وقد تعرف الله عز وجل إلى عباده في القرآن العظيم، نعم، وفي الآيات عرفنا الله عز وجل بأسمائه الحسنى التي كما قلنا كل اسم من الأسماء الحسنى فيه صفة عظيمة، لا شك، لله عز وجل. نعم. وهذه الأسماء وهذه الصفات هي التي تعرفنا بالله تبارك وتعالى. محمد فاصل وراجع لك إن شاء الله تعالى. أحبتنا فاصل وراجع لكم، خلكم معنا. حياكم الله مشاهدي الكرام من جديد، حياكم الله شيخ محمد من جديد. الله حيك شيخ محمد. معرفة أسماء الله وصفاته عز وجل كيف تعيننا على فهم شرعه عز وجل؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم، صحيح أن الفقه في أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى تعين على فهم الشرع. نعم، كما قال أهل العلم إن ربنا سبحانه وتعالى يحكم بأسمائه وصفاته، فربنا عز وجل رحيم، فشريعته مبنية على الرحمة. ربنا عز وجل حكم عدل، فشريعته مبنية على العدل. يعني عموما عندما نقول إن الشريعة الإسلامية شريعة عادلة قد أعطت كل ذي حق حقه، لأنها حكم الحكم العدل سبحانه وتعالى. فربنا عز وجل متصف بالعدل، ونفى عنه، نفى الله عز وجل عن نفسه، الله نفى عن نفسه صفة الظلم. ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد. فإذا لو جاءنا إنسان وقال مثلا إن الشريعة الإسلامية ما أعطت المرأة حقها، نقول هذا خطأ وهذا اتهام لله عز وجل بما يخالف مقتضى أسمائه الحسنى وصفاته العلى. ربنا عز وجل حكم عادل، أعطى كل ذي حق حقه، لم ينسى حق المرأة ولا حق اليتيم ولا حق الضعيف ولا حق يعني حتى حق الإنسان الذي لا يعي ولا يفقه كالمجنون. ربنا عز وجل جعل له في الشريعة أحكاما. فشريعة الله سبحانه وتعالى مبنية على العدل، لأنها شريعة الله الذي حكم فيها
بحكمه العدل، ربنا عز وجل حكم مقسط لا يظلم أحدا. أيضا ربنا سبحانه وتعالى عندما يعني وضع الحدود الشرعية لردع الجناة والمعتدين على النفوس، على الأموال، على يعني الأعراض، جعل الله سبحانه وتعالى لذلك عقوبات رادعة بالحدود الشرعية. فربنا عز وجل عندما يحكم بمثلا قطع يد السارق، بالقصاص من القاتل، لأنه حكم عدل سبحانه وتعالى، وبهذا يرتدع الخلق عن العدوان على الأنفس أو العدوان على الأموال أو العدوان على الأعراض. حد القذف لردع المعتدين على الأعراض، لا شك أن الإنسان لا يتهم الناس دون أن يكون له شهود ويكون له بينة حتى يحمي ربنا سبحانه وتعالى الأعراض. جعل الله سبحانه وتعالى حدا على شارب الخمر لحفظ العقول، لا شك. فالإنسان إذا كرمه الله وميزه بهذا العقل فجنى عليه، هناك عقوبة، لأن الله سبحانه وتعالى يريد لهذا الإنسان السعادة، نعم. يريد له الحياة الكريمة، يريد له الحفظ، نعم. من الوقوع في يعني الجرائم التي يكون فيها الجنايات على الأنفس والأموال. نعم. إذن يعني شيخ محمد فعلاً كما قلت جزاك الله خير، معرفة أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته يعين على فهم شرع الله عز وجل، وأيضاً يعني الخوف والارتداع من بعض يعني الزواج الربانية في هذا الجانب. نعم هذا نعم. صحيح. نعم. كما ذكرنا أن العبد الذي يعرف الله سبحانه وتعالى، نعم. الله شديد العقاب، بأنه الله. شديد العقاب، وأن الله سبحانه وتعالى يعاقب الإنسان على هذا الفعل، صحيح. أو يعاقبه على هذه الكلمة، فإنه يعني ينزجر ويمتنع من فعل ما لا يرضي الله، صحيح. سبحانه وتعالى، سواء كان سرا أو جهارا. الله أكبر. نعم. هذا ما يميز، صحيح. يعني دار الإسلام، ديار المسلمين، بالنظر إلى غيرها من الديار، هي أقل الديار يعني عدوانا على الأنفس والأموال والأعراض، لأن فيها من يؤمن بالله واليوم الآخر. الحمد لله. فلذلك الإنسان المطلع على معاني أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى يكون عنده من الرهبة، نعم. والخوف من الله عز وجل، والمراقبة له في السر والعلن، إذا علم أن الله عز وجل يعني عليم بذات الصدور. الله أكبر. يخاف أن ينوي نية سوء. الله. حتى في النية. حتى النية السوء. حتى في قلبه. لا في اسمه. حتى النية السوء. صحيح. فإنه يحاسب نفسه عليها، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه في بيان شمول علمه. وعموم علمه، إن الله عليم بذات الصدور سبحانه وتعالى. فما يدور في الصدر يعلمه الله، الله سبحانه وتعالى. فإذا علم العبد أن الله مطلع على ما في قلبه أصلح نيته وأصلح قلبه، وبذلك يصلح حاله ويصلح، نعم. فعله. وإذا شيخ محمد إلى جانب يعني هذا الخوف من الله سبحانه وتعالى، ويعني كما ذكرنا قبل قليل إذا عرف أن الله سبحانه وتعالى يعني سميع عليم ويعلم كل شيء، يفعل الإنسان جانب الخوف والمراقبة أيضا، نعم. على الجانب الآخر أيضا يعني معرفة أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته يفعل أيضا جانب حسن الظن بالله عز وجل والرجاء، نعم. نعم. في أي صفات ذلك شيخ محمد؟ يعني الله سبحانه وتعالى، نعم. دعا الجناة
ودعا المسرفين على أنفسهم بالمعاصي دعاهم إلى التوبة إلى عدم القنوط رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فمن سعة مغفرته سبحانه وتعالى أنه دعا المسرفين، وليس فقط الذين ارتكبوا بعض المعاصي بل المسرفين، بل المسرف ومعروف معنى الإسراف يعني الإكثار، مجاوزة الحد، مجاوزة الحد. أن الإنسان هذا يعني تجاوز الحد في ارتكاب المعاصي والآثام والذنوب والسيئات وأمور كثيرة، ومع ذلك فإن الله الغفور الرحيم دعاه إلى التوبة. شيخ حمد، هنا في هذه الآية الله سبحانه واسع المغفرة، جاءت في يعني في قوله عز وجل يغفر الذنوب جميعا، يعني في هذه الآية، نعم، أم في قوله غفور رحيم؟ يعني لم يقل واسع المغفرة هنا في هذه الآية، يعني إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذه صفة، نعم، أن الله سبحانه وتعالى من تاب إليه قبل موته غفر له ذنبه ولو كان كفرا أو شركا أو جرما عظيما. أما الـ يعني الـ بعد الموت الأمر يختلف. إن الله يغفر الذنوب جميعا ما دام الإنسان حيا يستغفر الله، ما دام حيا، لكن إن مات على الكفر والشرك فإن الله لا يغفر له هذا، كما قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. هذا بعد الموت. أما في حال الحياة فإن الله تبارك وتعالى يغفر له هذا الذنب. وهناك القصة المشهورة في الرجل الذي قتل 99 نفسا، صحيح، ثم سأل يعني عابدا هل لي من توبة؟ قال قتلت 99 نفس ليس لك توبة، فأكمل به المئة. ثم سأل عالما، يعني ظل سبحان الله يطلب التوبة ويطلب باب التوبة والرجاء، فلما سأل عالما قال له من يحول بينك وبين التوبة؟ فاذهب إلى القرية الفلانية فإن فيها قوما يعبدون الله عز وجل فاعبد الله معهم. فلما خرج في وسط الطريق يعني توفاه الله سبحانه وتعالى. نعم. إذن شيخ محمد، فاصل إذا تسمح لي إن شاء الله نكمل معك ما تبقت من هذه الحلقة بإذن الله عز وجل. إذن أحبتنا متابعي برنامج لقاء على إثراء، فاصل وراجعين لكم، خلكم معنا. تمجيده والثناء عليه بأسمائه وصفاته. وتمجيد الله بأسمائه وصفاته أعظم ما نمجد الله به ونثني عليه به، وهو من أعظم الذكر الذي أمرنا به في قوله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، رجعنا معاكم من جديد في برنامجكم لقاء على الثراء، وهذه الحلقة عن أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته مع ضيفي الفاضل الشيخ محمد الحمود النجدي الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف. حياكم الله شيخ محمد الجديد. الله يحييك. يا مرحبا شيخ محمد. وصلنا معك يعني بعد حديثنا ما شاء الله عن شرف معرفة أسماء الله عز وجل وصفاته وكيف أنها تعين على فهم يعني شرع الله عز وجل، وأيضا أن الإنسان يحسن الظن بالله عز وجل، ومن المهم معرفة هذه الأسماء شيخ محمد. لكن أيضا شيخ محمد يعني الدعاء بأسماء الله عز وجل وصفاته، نعم، كيف الإنسان يعني يدعو الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته؟ نعم، الحمد لله، هذا باب عظيم. نعم. الله سبحانه وتعالى دل عباده عليه، فقال سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الله. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. يقول أهل التفسير ولله الأسماء الحسنى، أي الله عز وجل يسمى بالأسماء الحسنى التي بلغت الغاية في الحسن والجمال والكمال والجلال، فادعوه بها. فادعوه بها لها معنيان. فادعوه بها يعني سموه بها، وهذا يدل
على مذهب جمهور أهل العلم في أن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية. جميل. أدعوه بها يعني ما جاء في القرآن سموا الله به، لا تسموا الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. المعنى الثاني فادعوه بها يعني اسألوه بها، الدعاء يعني، يعني الدعاء اطلبوه بها. نعم. اطلبوا من الله سبحانه وتعالى ما تطلبون بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته هذا الباب، أن الإنسان يسأل الله عز وجل بما يناسب مسألته. جميل. يسأل الله باسمه الذي يناسب مسألته. جميل. إذا كان يسأل الله عز وجل المغفرة والرحمة، جاء في الحديث اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، أن تغفر لي وترحمني إنك أنت الغفور الرحيم. لقد سألت الله باسم الأعظم، لقد سألت الله عز وجل بالاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فالإنسان الذي يريد الرحمة والمغفرة يقول يا رحمن ارحمني، يا رحمن يا رحيم ارحمني، يا غفور اغفر لي، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. جميل. وعفو من أسماء الله الحسنى، وعفو من أسماء الله عز وجل. نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف ندعو الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. نعم. تسأل الله الرزق، اللهم ارزقني إنك أنت الرزاق ذو القوة المتين. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بأسماء الله عز وجل، دعاء الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى مذكور في القرآن ومذكور في السنة، التعليم له. جميل. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني علم الأمة كيف تدعو الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. النبي عليه الصلاة والسلام له أحاديث يتعلق ببعض الأسماء الحسنى العظيمة. نعم. مثل الحي القيوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. نعم. هذا سؤال صحيح لا شك، ودعاء لله سبحانه وتعالى بهذين الاسمين العظيمين. قال عنهما بعض أهل العلم أنهما الاسم الأعظم لله عز وجل، الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، وأيضا هذا الجلال والإكرام. وكذلك حديثه الآخر اللي ذكرت جزاك الله خير، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألظوا بهذا الجلال والإكرام. نعم. ألظوا يعني داوم وأكثر من سؤال، ألحوا على الله عز وجل بهذا الاسم المبارك يا ذا الجلال والإكرام. فالسؤال إنما يكون بأسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى. نعم. وأعظم ذلك ما جاء في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في تعليم الله عز وجل. لا شك. كما ذكرنا في بداية الحلقات أو الحلقة هذه أن كل الأنبياء تقريبا كانوا يسألون الله باسم الرب. نعم. ربي هب لي من لدنك ربي. ربي هب لي من الصالحين. صحيح. يعني الأنبياء عامة أدعيتهم صحيح سؤال باسم الله الرب. صحيح. قالوا لأن الله عز وجل له الفضل والمن عليهم بالتربية الإيمانية التي تميزوا بها عن سائر الخلق. سبحان الله. الأنبياء متميزون. لا شك. وأتباع الأنبياء إن شاء الله كذلك هم متميزون عن البشر. نعم. أهل الإيمان، أهل التقى، أهل الصلاح، أهل الصلاة،
أهل الصيام، أهل الزكاة، هم متميزون عن الخلق، ولله عز وجل وللرب سبحانه وتعالى عليهم منا وفضل بهذه التربية الإيمانية التي ميزهم بها عن سائر الخلق. نعم. وأيضا شيخ محمد حتى يعني ربنا هذا دعاء باسم الله الرب هنا. نعم. يعني بعض لأنه حافظ هذا الدعاء فلا يستحضر هنا أن هذا من أسماء الله الحسنى. نعم. الرب من أسماء الله العظيمة. الرب. نعم. 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 الدال على الربوبية. جميل. الدال على أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، المالك، الرازق، المدبر للخلق أجمعين. نعم. إذن شيخ محمد وصلنا معك لختام هذه الحلقة، ونقول لك جزاك الله خير وفريتنا في هذه الحلقة شيخ محمد. بارك الله نفع الله فيك وبارك الله فيك شيخ محمد، جزاك الله خير. جزاكم الله خير. أيضا شكر موصول لكم محبتنا المشاهدين الكرام، انتظرونا إن شاء الله في حلقة مقبلة من لقاء على إثراء. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.